ماذا ينبغي أن يصنع هارون الرشيد؟ لا هذا شيء كبيرا. نعم. وتوجه به إلى نعم نقفور وأخضعه للصلح، كتاب الصلح. يجي واحد يقول ها شوف شلون هارون الرشيد نعم غزا الدولة الرومانية وجعلها خاضعة للحكم الإسلامي. اسأل عن الأسباب قبل أن تحبس نفسك عند المسببات، ابحث عن الأسباب. رجع هارون الرشيد وكان الوقت شتاء، جاء النبأ لبعض مستشاري هارون الرشيد أن نقفور نكس العهد ورجع يؤلب نعم إخوانه على أن يجهزوا جيشا لجبا، لكن أخفوا الخبر عن هارون الرشيد لأن الوقت كان شتاء والطريق كله كانت ثلوج نعم والعودة يعني شديدة، لكن بلغ الخبر هارون الرشيد فعاد الكرة مرة أخرى. يعني أريد أن تعلموا أن المسألة ليست عبارة عن أن أناس راقدون هادئون مسالمون وجاء المسلمون فأقضوا مضاجعهم وفعلوا ما فعلوا، الأمر ليس كذلك. يعني أنت قدر الإمبراطورية الرومانية راح تسكت؟ مستحيل. عندما الآن عندما نجد أو أمريكا والدول الأوروبية يجدون أن المسلمين المساكين اللي متفرقون المتدابرون المتخاصمون الذين كل فئة توالي منهم فئة من الأوروبيين والأمريكان، مع ذلك يتوجسون خيفة من الغد الذي سيشرق فيه الإسلام، ويقول قائلهم كان لنا عدو واحد وهو الشيوعية، انهارت الشيوعية، الآن العدو الذي نعم ينبغي أن نتوجس خيفة منه وينبغي أن نقضي عليه هو الإسلام. طيب لو كان الوجود الإسلامي فعالا كوجود الخلافة الإسلامية إذن لغزت هذه الدول التي تتربص بالمسلمين، ولا يجوز أن نقول إيه هذه الدول الأوروبية الآن ما فعلت شيئا، ننتظر حتى يطرقوا بابنا وحتى نفاجأ فيهم ساعتها ننزل فيهم. الكلام لا يقال بشكل من الأشكال. نعم أعتقد أن هذا الكلام واضح. نعم سياسة الإيقاع بين المسلمين كان شيئا موجودا نعم معروفا. الموضوع وجود الإسلامي في أوروبا، عبد الرحمن الداخل هو الذي فر نعم من العباسيين نعم، وذهب عبد الرحمن بن داخل بن معاوية نعم مو بن معاوية بن أبي سفيان نعم بعده، ذهب لا يملك شيئا هو وسل من أصحابه. يقال أن عبد الرحمن الداخل غزا أوروبا وأوروبا مساكين ما لم جايب باله يغزو حدا، نعم ذهب وأقام هناك احتك طبعا بالأوروبيين الموجودين آنذاك بإسبانيا، واطلع أولئك الناس على أخلاق عجيبة، ذمم رائعة، أمانة رائعة، شفافية عجيبة. من أين انبعث هذا؟ طبعا كان صار في حوار وصار في شيء اسمه دعوة إلى الله، وأعود فأقول لكم الدعوة إلى الله لم تنقطع. من أين تنبعث هذه الأخلاق، هذه الشفافية، هذه المروءة؟ هذا من هذا الدين. إذن إنه دين عجيب والله. تعرفوا على هذا الدين، وكان عبد الرحمن الداخل داعيا وكان رجل متعبد، وكان إخوانه الذين إلى جانبه أيضا يمارسون هذه الدعوة، سرعان ما لقيت هذه الدعوة استجابة من عقول هؤلاء الناس، وسرعان ما تحولت هذه القناعة من العقل إلى محبة في القلب وانتشرت كانتشار النار في الهشيم. انتشر هذا الدين بهذا الشكل يا أخواننا، بهذا الشكل نعم. وسرعان ما قامت دولة إسلامية ضمن ظلام المجتمع الأوروبي. هذه الدولة الإسلامية هنا أنا أسألكم، هل
شعرت بالقوة فجعلت من عضدها القوي وسيلة لحرب أولئك الناس؟ لا، قامت الحضارة الإسلامية السليمة في غرناطة وقرطبة، وأعجب الأوروبيون بإنسانية هذه الحضارة الإسلامية. فتحت جامعات وكانت تستقبل هذه الجامعات النصارى واليهود، نعم، أكثر مما تستقبل المسلمين بإعزاز وإكرام. فتحت المشافي الكثيرة وكانت هذه المشافي تستقبل اليهود وتكرمهم أيما إكرام. طيب، كانت الأزقة محفرة وكانت أزقة طينية متربة، نعم، تحولت هذه الأزقة كلها إلى هذه الصورة الحضارية اليوم التي تجدونها، نعم، وعلقت مصابيح الضوئية على الجدران يمينا وشمالا، وأصبح الناس في ظلام الليل يجدون أنفسهم يسيرون وكأنهم في رابعة النهار. كل هذا وجد في غرناطة وفي قرطبة دون أن يسيئوا إلى أحد. طيب، ماذا تتصورون عندما تجد أوروبا أن هؤلاء الناس فعلوا هذا الفعل وفتحوا صدورهم للآخرين؟ لم يعني يجعلوا من انتمائهم الإسلامي عصبية رعناء ضد غيرهم، أبدا ما فعلوا ذلك. ألا تتصوروا أن يعشق هؤلاء الناس الإسلام من خلال حب هؤلاء الناس؟ هكذا قامت الدولة الأموية الإسلامية في الأندلس. فمن الذي نعم ينقم على هذه الدولة، وما هو سبب نقمته على هذه الدولة؟ الأوروبيون أثنوا عليها أيما ثناء، نعم، أعجبوا بها، تغزلوا بهذه الدولة بشكل، نعم. إذن نحن الآن أمام أدلة تؤكد الذي قلته لكم، أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل لم يكن من أجل إرغام الناس على الدخول في الإسلام، نعم، والاعتراضات التي توجه عرفنا أجوبتها جميعا، وأعتقد أن هذا الكلام في هذا الصدد كافي، نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى تكون هي المقدمة للشيء الذي ذكرناه البارحة. تحدثنا عن دار الإسلام وقلنا إن من أهم أسباب تشريع الجهاد القتالي وجود دار الإسلام. هنا لابد أن نتساءل، ما معنى دار الإسلام وما حكم دار الإسلام؟ لأن لغطا كبيرا يجري اليوم في الحديث عن دار الإسلام. دار الإسلام هي كل أرض أو كل بلدة، نعم، استظلت بظل الإسلام، سواء عن طريق حرب أو عن طريق صلح، نعم، بحيث تمكن أهل هذه البلدة من أن ينفذوا أحكام الإسلام كما يشاؤون طواعية. إذن هذه الأرض أو هذه البلدة أصبحت دار إسلام، البلدة التي تستظل بظل الإسلام بحيث يتمكن أهلها أن يطبقوا أحكام الإسلام طواعية دون خوف ودون إكراه، نعم، سواء تم ذلك صلحا أو عن طريق حرب. هناك دار أخرى اسمها دار الأمان، وهي الدار التي يكون أهلها غير مسلمين أو أكثر أهلها غير مسلمين، لكن يشيع السلم والأمن بين هذه الدار وبين الدولة الإسلامية. يعني مثلا أوروبا الآن هي دار أمان، التمثيل الدبلوماسي نعم يعبر عن ذلك. دار حرب هي تلك الدار التي أعلن القائمون على شأنها الحرب على المسلمين، أو هي الدولة أو البلدة التي أعلن المسلمون الحرب عليها. في كلتا الحالتين تسمى هذه الأرض دار حرب. إذن هي
ثلاثة أقسام: دار إسلام، دار أمان، دار حرب. وهذا التقسيم مهم جدا وسنذكر سبب أهميته. يبدو أن الوقت أدركنا. نعم، نقف عند هذا الحد. والآن الحصة الباقية لهذه الحلقة هي لكم، ونرجو أن نسمع الأسئلة التي تريدون أن تثروا بها هذا الشيء الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الكرة عندكم، تفضلوا، بإمكانكم أن تسألوا ما تشاءون. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلت سيدي في الحلقة الماضية على أن الحرب خدعة خدعة ويقول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم على الخيبر وكان بينهم أحدان. لماذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم أحدان؟ أحد بين المسلمين كان بينهم عهد. نعم، كان بينهم عهد بين المسلمين واليهود. لماذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كيف؟ فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم، قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر اليقيني المتضمن أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لحرب شاملة ضد المسلمين في المدينة المنورة، وتأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر. ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أن ينظر إليهم ويبارك عملهم؟ يعني ما الموقف الذي تراه؟ يقول الله: فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم، أليس كذلك هذه الآية؟ فانبذ إليهم. هذا بالنسبة لمن كان بينهم وبين المسلمين عهد. هل كان بين المسلمين وبين يهود خيبر عهد؟ هل كان بينهم وبين المسلمين عهد صلح؟ أسألك، في كان؟ يعني ما كان في عهد. خرجوا من المدينة مجرمين. قبيلة بني قينقاع ارتكبت جريمة شنعاء كانت هي سبب في إخراجهم. قبيلة بني النضير ارتكبت جريمة شنعاء في حق تلك المرأة إلى آخره. قبيلة بني قريظة جريمتهم الكبرى في أثناء غزوة الخندق. خرجوا واجتمعوا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام تركهم. هل كان بين المسلمين وبينهم عهد ميثاق حتى نقول طيب هؤلاء خانوا، إذن ينبغي أن نعلن أن العهد الذي بيننا قد مزقناه؟ ما كان في بينه هذا الشيء نهائيا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ورد في الفقرة الأخيرة من كلامكم الآن بأنه الغرب وصفته بأنه دار أمان. نعم، واستشهدتم بذلك على التمثيل الدبلوماسي الموجود الآن بين الدول. نحن لو درسنا الواقع العملي في تعامل الغرب وأوروبا بالذات وأمريكا مع العالم الإسلامي، طبعا العالم الإسلامي، ولا أقصد أنا هنا ما يسمى بالعالم الإسلامي وتربطه مصالح خفية مع الغرب، هذا طبعا موضوع آخر.